مع اقتراب عيد الأضحى اتخذت إندونيسيا أسلوباً جديداً لتحضير الأبقار قبل ذبحها بافتتاح صالون تدليك مخصص لهذه الحيوانات، حيث يتم تدليك الأبقار في منطقة تقع شمال جاكرتا. وذكر أحد المدلكين أن أحد شروط تقديم البقرة كأضحية أن تكون بصحة جيدة، وأشار إلى أنه يستخدم مستحضراً مخصصاً للبشر على أي بقرة تبدو بحالة صحية سيئة لتسريع عملية شفائها قبل بيعها كأضحية في عيد الأضحى الذي يصادف الثلاثاء في إندونيسيا. كشفت دراسة أمريكية جديدة أجراها باحث من جامعة هارفارد أن الكائنات الفضائية ربما تعيش بيننا متنكرة في صورة بشر. أشارت الدراسة إلى أن هذه الكائنات يمكن أن تكون مقيمة أيضا تحت الأرض أو في قاعدة داخل القمر. اقترح الباحثون 4 نظريات حول الكائنات الفضائية التي تعيش بالقرب من البشر، منها أنها كائنات نشأت في الأصل في حضارة إنسانية قديمة متقدمة تقنيا تم تدميرها إلى حد كبير منذ فترة طويلة، أو أن هذه الكائنات هي من نسل أسلاف الإنسان الشبيه بالقردة والتي تطورت لتعيش في الخفاء. وتزعم النظرية الثالثة أن الكائنات الفضائية هي كائنات وصلت إلى الأرض من مكان آخر في الكون، أو جاءت من المستقبل وأخفت نفسها خلسة بين الناس متنكرة في صورة بشر. أما النظرية الرابعة فتقترح أن هذه الكائنات قد تكون أشبه بالجن. أعلنت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية أن حفلات المغنية الأمريكية تايلور سويفت تسببت في اهتزاز الأرض باسكتلندا نهاية الأسبوع الماضي. وكشفت وكالة مراقبة الزلزال أو الزلازل البريطانية أن محطتا رصد في أنحاء المدينة سجلت نشاطا زلزاليا مساء الجمعة والسبت والأحد لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات حول ملعب ميرفيلد في إدنبرا، حيث تسبب الحاضرون في طاقة بلغت 80 كيلوواتا، أي ما يعادل نحو 6000 بطارية للسيارات. ووفق الهيئة وذلك بعد رقص حوالي 200,000 شخص في وقت واحد على أغاني المغنية، بالإضافة إلى قوة النظام الصوتي في الملعب. ستبدأ أول تجربة بشرية في العالم لدواء يمكنه تجديد الأسنان في غضون 4 أشهر، أي بعد أقل من عام من ظهور أخبار نجاحها على الحيوانات. ويمهد ذلك الطريق لإتاحة الدواء تجاريا في وقت مبكر من عام 2030. وستقوم التجربة التي ستجرى في مستشفى جامعة كيوتو اليابانية في الفترة من سبتمبر إلى أغسطس من عام 2025، ستقوم بعلاج 30 رجلا تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاما، والذين فقدوا ضرسا واحدا على الأقل. وسيتم اختبار العلاج الوردي للتأكد من فعاليته على الأسنان البشرية، وذلك بعد أن نجح العلاج في تنمية أسنان جديدة في تجارب على حيوانات التجارب دون أي آثار جانبية كبيرة.